مستر محمود من قناتنا الجميله تعالوا نتعلم انجليزي. بحييكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل كده يا اولاد خدنا حالات نطق حرف الاي، ورجعنا بعد كده خدنا حالات نطق حرف السي. النهارده ان شاء الله هناخد حالات نطق حرف الاي. يا ريت حبايبي الكرام لو عجبكم المحتوى ندخل على القناه، نحط اشتراك فضلا وليس امرا، ونفعل زر الجرس ونحط لايك للفيديو. ومع بعض يا اولاد، حرف الاي، حرف الاي ينطق اي، حرف الاي ينطق اي، يعني باسمه، ينطق باسمه اي. امتى يا اولاد؟ لو جه في اول الكلمه. مثال اهو يا اولاد، اي دبل جي، الاي جت في الاول، الاي هتنطق اي. اك اك اك، بيضه اك بيضه. طبعا كلمه زي دي برضو حرف الاي في الاول، اي ال اس اي الس الس الس، اخر الس اخر. اي ام بتقيله، تي واي ام بتي ام بتي ام بتي، فارغ. اي اي ار اير اير اير، اذن. اي ال اي بتقيله، اتش اي ان تي اليفانت اليفانت اليفانت، فيل. اي ام بتقيله، اي ار او ار امبرور امبرور امبرور، امبراطور. اي اي تي ايت ايت ايت، ياكل. اي 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 تي ايت ياكل ايت ياكل ايت ياكل. اي ان اي ام واي انمي انمي انمي، عدو. اي جي او اي جي او، ايجو غرور ايجو ايجو غرور. يبقى يا حبايبي الكرام زي ما شفنا حرف الاي لما يجي في اول الكلمه على طول انطقه اي. طيب في حاجه ثانيه يا رب، بيقول لي حرف الاي ينطق ايه؟ برضه ينطق ايه؟ اه ينطق ايه؟ في الكلمات الاتيه. اهو يا اولاد عندي كلمه زي دي، ال دبل اي دي، حرف الاي هنا يا اولاد او الدبل اي هنا بمعنى اصح هينطقوا اي، يعني الان هنا ن، الدبل اي اي والدي د، يبقى يا اولاد نيد نيد نيد، يحتاج. اس بتقيله، دبل اي دي، الاس طبعا بتنطق اس، والبي تقيله بتنطق ب، والدبل اي هينطقوا اي والدي د. سبيد سبيد سبيد، سرعه. اس دبل اي دي، الاس طبعا يا اولاد هتنطق س س، الدبل اي هينطقوا اي والدي د. سيد سيد سيد، بذره. ار دبل اي دي، الار طبعا يا اولاد ر ر، الدبل اي اي والدي دي او الدي د. يبقى اولاد ريد ريد ريد، نبات الجريد ريد نبات الجريد. عندنا اف دبل اي تي، الاف ف، الدبل اي اي والدي ت. فيت فيت فيت، اقدام. دبليو دبل اي كي، الدبل طبعا يا ولاد احنا عارفين و و، الدبل اي يا اولاد اي، الكي ك ك، يبقى يا اولاد على طول ويك ويك ويك، اسبوع. بعد كده يا ولاد بيقول لي حرف اي في وسط الكلمه يكسر ما قبله، حرف الاي في وسط الكلمه يكسر ما قبله، يعني اي حرف هيجي قبل حرف الاي الاي هتكسره على طول. عندنا دبليو عندنا اي، طبعا الدبليو دي زي ما قلنا و و، الاي هتكسرها هتبقى ايه يا اولاد؟ وي وي وي، نحن. جي اي تي، طبعا الجي يا اولاد ج، والاي هتكسر هتكسر الج والتي ت، يبقى جيت جيت جيت، يحصل على في اي تي، الفي طبعا يا اولاد ف ف، الاي هتكسرها التي ت، يبقى يا اولاد فيت فيت فيت، طبيب بيطري. عندي ال اي جي، ال طبعا ل، الاي هتكسرها الجي ج، لك 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 رجل، طبعا دي خفيفه اي تي، طبعا البي يا اولاد ب
الاي هتكسرها الدي د يبقى بيت 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 سرير ان اي تي الان طبعا لا ن الاي هتكسرها التي ت نت 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 شبكه اس اتش يا جماعه مع بعض زي ما احنا عارفين ش ش او بيساوي حرف الشين والاي هتكسرهم يبقى شي شي هي شي هي اس اي ان دي الاس يا اولاد س الاي هتكسرها ال ان ن الدي د يبقى سند 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 يرسل. طيب اخر اخر حاله يا اولاد في حالات نطق حرف الاي, حرف الاي لا ينطق في اخر الكلمه, يعني لما نشوف اي في اخر الكلمه سايلنت على طول يا اولاد لا تنطق. اهي يا اولاد مثال هوس هوس الاي هنا ما تنطقتش, هوس منزل هوس منزل بليز 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 من فضلك نفس الكلام دي ما تنطقش سايلنت بليز من فضلك بليز من فضلك انكل 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 عم او خال لاف 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 يحب لاف يحب عندنا لايك 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 يحب لايك يحب ليتل 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 صغير او قليل ليتل قليل او صغير نفس الكلام هنا الاي سايلنت لا تنطق. قم ياتي قم ياتي قم ياتي بيك يخبز بيك يخبز بيك يخبز زير زير هناك زير هناك هايد 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 يختبئ. كده يا ولاد خلصنا حالات نطق حرف الاي. نخش بعد كده على حرف ثاني يا ولاد, حرف الجي ينطق ج, حرف الجي يا ولاد على طول ينطق ج ج. اه يا ولاد عندنا جي او الجي نطقناها ج, الاو ضمت اللي قبلها يبقى على طول جو 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 يذهب. هنا برضو جي او تي على طول يا ولاد ها جوت, لان الجي هنا ج الاو ضمتها التي ت يبقى جوت 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 حصل على جي دبل او دي على طول يا ولاد جوت 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 جيد. جي يو ام جم 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 لبان. جي اي ار دي اي ام جاردن 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 حديقه. بي خفيفه اي جي على طول بيج كبير بيج كبير. طيب يقول لي بقى اما في الكلمات الاتيه ينطق حرف الجي ج, احنا لسه قلنا حرف الجي ده هو يا ولاد ج ج على طول ج, لكن في الكلمات ده هي اللي احنا قلنا دلوقتي حرف الجي يا ولاد هينطق ج ج يعني ج معطش يا ولاد. اهي يا ولاد عندنا الام من الايه الف ماده طبعا الجي ج ج مش هنقول ج لا نقول ج, الاي هتكسرها والسي طبعا زي ما قلنا قبل كده في اخر كلمه بتنطق ك ك, يبقى يا ولاد على طول ماجيك 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 سحر كلمه زي ده يا ولاد ها. عندنا جي اي ان تي اللي اي ها على طول يا ولاد جنتل جنتل مش هنقول بقى جنتل لا نقول جنتل جنتل لطيف جنتل لطيف كلمه زي دي. انرجي 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 طاقه انرجي طاقه يبقى حرف الجي ولا نطق ايه نطق ج ما نطقش ج ها عارف يا ولاد. ايجيبت 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 مصر ايجيبت مصر. جيراف 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 زرافه جيراف زرافه. انجاين 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 محرك انجاين محرك. يا ريت اي حد النهارده حس انه استفاد مني حاجه يا ريت ما يبخلش علينا باشتراك القناه ويحط لايك للفيديو ويفعل زر الجرس. اشوفكم على خير المره الجايه, اشكركم لحسن استماعكم ليا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.